اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم بدنا نعمل اشياء جديده ان شاء الله. خلينا نروح نبلش نشوف شو في عنا ماكيناتنا. والله مشينا مشي طيب فيها. اوه ها. بحس الدولاب هلا بدنا ننزل نعبي كلون عشان نمشي المعمل شوي. اوه شيت اوه شيت. يو كان جو يو كان جو يو كان جو. ليمستون، ايش يعني ليمستون؟ يعني حجر البحر؟ اوه اشتغل المعمل. وير يجو وير يجو وير يجو. اشتغل لنا المعمل. هات لنشوف مو اشتغل المعمل مال ليم. 67000 يب. هلا راح يطلع لنا ليم وشمنتو او سمنت، ايش يسموه سمنت. هون بدنا نحط له ووتر وكرافل وساند، ثلاث انواع. بدنا مي بس. بنشغل هذا المعمل الثاني يب. وبعدها ايش بدنا نشغل؟ بدنا في معمل هون الوضع تمام برضو. في معمل عم فكر شغله. وين السيارة هذيك؟ عليك هذيك يا. هذا المعمل هلا في عنا في تراب وريبر. منين نجيب هدول؟ I don't know. طب هلا خلينا نعبي من هون شوي من هدول اثنين، ناخذهم نفضيهم بهذيك من ننام، فنستفيد من الوقت انه المعمل شغال. يب بنروح بنفضيه، بس بعد ما عم نحمل السيارة بتصير مش كتير صعب. لا 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 تفضل 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 لا تفضي يا ما فضاها. وين بدنا نفضي مليم السنت؟ مو هون هنيك الكرافلات. هو مو المعمل المفيد بس يعني لازم نفضي له شوي. يب ندمل بنروح نجيب شوية سنت. سين هي موقعها مو شي زيادة مو ظابط. ها بنروح منفضي السنت. والله سرعته مرة موت. هلو رح يطلع معنا مادة منا بحاجة لها بالوقت الحالي هيك اتوقع. ضل بدنا هون ووتر حتى يمشي امور الماكينة، فلذلك خلينا نصفي هون ننظر فيما بعد ماذا نجيب. هلا قلنا نروح نجيب ووتر 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 ووتر. سيارة الووتر وين سيارة الووتر؟ الدنيا ليه بدنا ننام. هاي السيارة الوحيدة مثل سيارة المي. على فكرة هيك سيارات المي بالحقيقة يعني.
ما بيتحركوا كتير يعني، مسافتهم قصيرة. خلف من وراها. ايوه هيك. هاي الووتر هون. الله حيبلش يدور المعمل. يمكن بس اشتغلت الدويرة الصفرة يعني المعمل شغال. تمام فضينا المي. الله بنروح نعبيها مي ونروح منجيب. الله الاسفلت شوي شغلته صعبة شكلها. خلينا نقوم طالع هاي. عبنا النوم هون. او بس في مكان استورج لهالبطيخة. والله مشوار روح تفضيت وواجهته يا معلم. لو في طريقة بس نقدر ننقل المنتج من هون لل القطار بطريقة أسرع كان بومباستيك. بس ليش هون ما في قطار؟ ما عرفت. طيب نرجع فيما بعد. ويت كلام جميل. والله ما نشاف الخريطة فين الطريق. يا أخدي والله الوقت صار تأخر كتير مرة يعني. والله ما مبين شي. معقول بس هيك ما في ضوء؟ اه اذا ما عم بشوف شي. طلع شلون الضوء هلا. هاي ما راح اعبيها، بدي اتركها شوي ولا اعبيها؟ بقول لك ما راح اعبيها، اتركها شوي. شوف ايش راح يصير معنا. طول بالك هلا تقريبا. هذا ايش ضل بده تشتغل هذا المعمل؟ اوها 1 2 3. هلا هذا موجود بالارض تراب كلود. ثاني واحد تراب. منين اجيب تراب؟ تطول بالك. خلينا نشوف شوف الارض طلع قبل الموسم. اتوقع اذا نمنا واستيقظنا غدا اتوقع بلش يطلع المحصول. بس لازم نعملها كمان ساعتين. الساعة 5 او نايس. اشرقت شمس الصباح. طيب بنشوف الارض ايش هاد. ليش هيك نص نص؟ يعني من الواقع انه من الواضح بلشت قربت تجهز الارض ليطلع المحصول. نايس تمام. طيب خلينا نروح نزور غير اماكن صناعية. خلينا نشوف شو بدنا نعمل فيها. هون ايش بدهم؟ هون معلم بتحط له سمنت وريفل وكرافل وسمنت. ابوه ثلاث منتجات موجودة باخر الدنيا. يا الله ايش يجيبوا له هون؟ يعني هلا في هذا المنتج. والله كله اتوقع تقدر تجيبه بالقطار له. يعني دول ثلاثة تقدر تجيبهم بالقطار. بس الرابع منين اجيبه؟ اللي هو هاد. ايه وهذا كمان تقدر تجيبه بالقطار له. اوه شيت.
يمان. طيب نروح على هذا المعنى نشوف ايش هنشتغلوا هون، ايش بتكون هون هون وتر ايش هي مسمكي ايش تحط له ووتر وش اسمه اور الف شغله. طيب بكون هون وصلنا نهايه الفيديو، ان شاء الله بالفيديو الجاي بنكمل لكم شو راح يصير معنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وادفع على خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.